مساء الخير، أهلا بكم على قناتي على اليوتيوب، وأهلا بكل المتابعين من مصر الحبيبة ومن العراق ومن الجزائر ومن كل الدول العربية الشقيقة والمغرب وغيرهم، يعني من الدول العربية الشقيقة والسعودية، مش عايز أنسى بلد من اللي موجودين معانا على القناة. النهاردة احنا هنتكلم بصفة القناة إنها خاصة بالشعر والموسيقى والغناء والإذاعة أيضا، الفن الإذاعي. النهاردة احنا هنتكلم عن موضوع مهم، إزاي تبقى مذيع، أو إزاي تعرف إن أنت ممكن يكون جواك مذيع. الموضوع ده طبعا شاغل ناس كتير قوي، ومعمول أكاديميات دلوقتي، ومعمول أيضا كورسات وحاجات يعني بتأهل البني آدم إنه يبقى مذيع. ولكن أنا هتكلم من البداية، دي مقدمة عن إزاي تعرف ان انت ممكن يبقى جواك مذيع او ازاي تبقى مذيع. في ثلاث اشياء مهمة في هذا الامر لازم تكون عارفهم كويس: اقرأ، اكتب، اتكلم. الثلاث حاجات دول هم اهم صفات المذيع. في صفات اخرى ولكن هم دول الثلاث صفات المهمين جدا في المذيع. لما نيجي نرجع شوية لورا هنلاقي ان احنا واحنا من أول المدرسة الابتدائية أو كي جي وان دلوقتي هنلاقي إن إحنا في تلاميذ أو في أولاد بيحبوا الإذاعة المدرسية. يعني أول ما بيقولوا مين يحب يخش الإذاعة المدرسية بتلاقي في ناس شجعان كده قاموا وأقدموا على هذا الموضوع، وفي ناس بيبقى عندهم الملكة بيبقوا خايفين. ده عنده حاجة خلل لازم يتصلح مع الوقت، يعني إلى جانب انه بيبقى فيه حصص القراءة رغم انها بسيطة وسهلة، ولكن في ناس كان بتخجل انها تقف تقرأ قدام الناس. دي برضو من الحاجات المهمة جدا في تركيبة ازاي تبقى مذيع. والحصص الاخرى هي حصص التعبير او الانشاء، موضوع التعبير اللي احنا كنا بنكتبه ده موضوع مهم جدا جدا جدا، لانه بتبقى فيه فكرة صغيرة جواك ازاي تفرد لها وازاي تعمل لها مساحة وازاي تسأل سؤال وتجاوب عليه في نفس الموضوع وتعمل موضوع كده تفرده ويبقى موضوع جميل. دول التلات حاجات المهمين في ان انت ازاي تبقى مذيع. اولا اقرأ. بدأ كل شيء في الوجود باقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذه هي الحكمة في القراءة. القراءة معناها ان انت بتتكلم وتستوعب اللي انت بتقوله، فالقراءة بتكون عندك مخزون بيطلع بعدين. القراءة باستيعاب طبعا، لكن مش القراءة زي ما بيقولوا زي البغبغانات، لا، القراءة باستيعاب دي شيء مهم جدا. اكتب. الكتابة شيء مهم جدا. ممكن انت تقول انا فاهم الموضوع وهعرفه ومش مهم اكتبه، لا، الكتابة ده شيء مهم جدا جدا، لانك انت ممكن تبقى فاهم الموضوع ومستوعبه كويس لكن ما تقدرش تصيغه. عشان تبقى مذيع كويس أو عشان تبقى مذيع لازم تكتب، لازم يكون عندك ملكة الكتابة، القراءة وملكة الكتابة. اتكلم ده برضو من الحاجات المهمة جدا، ان انت ممكن تكتب وتقرأ لكن ما تعرفش تتكلم، ما تعرفش تحكي الموضوع، لازم تبقى حكاء كويس، لازم تبقى لماح، لازم تبقى وانت بتتكلم عارف ان الخيط اللي بعد كده انت هتتكلم في ايه، تبقى ملم بالموضوع اللي انت بتتكلم فيه. فده مهم جدا لأي حد عايز يبقى مذيع أو عايز يكتشف في نفسه هو ينفع يبقى مذيع ولا لا. في مقومات أخرى طبعا ده برضو هنتكلم فيها. أولا الموهبة، موهبة ان انت تبقى حكاء، ما تتلجلكش، تقول الكلام باسترسال ببساطة، يوصل للناس ببساطة، تقوله وانت مقتنع بيه. ده مهم جدا ان انت لما تقول كلام تبقى مقتنع بيه، عشان اللي بيطلع من جواك هو اللي بيوصل للناس. لكن لو قلته وانت بتقوله كأداء كده لا، مش هينفع، مش هيوصل لحد. طبعا في بديهيات، لازم الشخص اللي عايز يبقى مذيع لازم يكون صوته حلو او صوته جيد ينفع يبقى مذيع، مش زي المغني. يعني المغني لازم يبقى صوته حلو تماما، لكن المذيع شيء مختلف في الصوت.
ممكن مذيع صوته أجش ينفع يبقى مذيع لأمور معينة، مذيع صوته ناعم أو مذيع صوتها ناعم تنفع تبقى لحاجات معينة، ممكن مذيع يبقى صوته طفولي ينفع لبرامج الأطفال وحاجات كده. فالمذيع بيطوع صوته ويختار الموضوع اللي هو بيشتغل فيه تبع نوعية صوته. اقرأ واكتب واتكلم، ان انت بتكون عارف لغتك، عارف اللغة اللي انت بتتكلم بيها وتوصل بيها الامور للناس. اللغة اللي احنا بنتكلم بيها هنا هي اللغة العربية، فلازم تكون عارف قواعد النحو والصرف، ولازم تكون عارف لغة عربية كويس. ما ينفعش يطلع مذيع يرفع المنصوب وينصب المرفوع ويلخبط الدنيا. ليه بقى لازم يبقى كده؟ لان ودن البني ادم الطبيعية اللي هو الجمهور، جمهور المستمعين بتاعك، هي مظبوطة على الفطرة، فهي بتحس بكل خطأ أنت بتعمله. الخطأ اللي أنت بتعمله ما بتبقاش شاعر بيه، لكن كل حد بيسمعك ويا حبذا كمان لو كان كويس في اللغة العربية فتبقى كارثة. نقطة كمان مهمة في أن أنت تبقى مذيع، أن أنت يبقى عندك الشجاعة اللي اتكلمنا فيها في الأول، حكاية الإذاعة المدرسية وحصة القراءة، أن أنت يبقى عندك شجاعة، ما تبقاش خجول. الخجل احنا قلنا انه بيتعالج، ممكن يتعالج، بس في فرق بين الشجاعة وان انت تبقى بجح. الشجاعة تيجي من العلم والبجاحة تيجي من الجهل. فالشخص البجح بيفشل، والشخص الشجاع اللي عنده علم هو ده اللي بينجح وممكن يكمل موضوعه وممكن يبقى حاجة كويسة في يوم من الايام. هي دي متطلبات انت ازاي تعرف ان انت ممكن تبقى مذيع. في نقطة مهمة جدا، ان انت ممكن يبقى صوتك حلو لكن عندك مخارج الالفاظ مش مظبوطة، بتقول القاف كاف وبتقول الدال ضاد وبتقول الضاد دال، يعني الدنيا ملخبطة معاك. ده ممكن يتظبط، بس بيتظبط امتى؟ وانت لسه صغير، لانه الواحد وهو بيتكلم وهو صغير بيبقى عنده عيوب كتير في النطق بتتصلح، لكن لو سابوها تكبر معاه بتبقى فيه مشكلة ممكن ما تتصلحش بعد كده. فدي نصيحتي ليكم كلكم، اللي عايز او بيفكر يشتغل في هذا الفيلد يبقى عنده هذه المقومات وشايف في نفسه كده. فدي حاجات مهمة جدا، القراءة، الكتابة، الكلام، مخارج الألفاظ، اللغة، الشجاعة، عدم الخجل، كل دي حاجات مقومات لازم تبقى في المذيع الجيد او اللي عايز يبقى مذيع جيد. اشوفكم على خير في حلقة جاية ان شاء الله نكمل فيها، واتمنى في تعليقاتكم ان انتوا تكتبوا لي اسئلتكم ومقترحاتكم، وانا هوضح لكم كل شيء ان شاء الله في حلقات جاية في كل اللي انتوا بترغبوا فيه وتسألوا عليه. اشكركم واشوفكم على خير ان شاء الله.